بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم البنات ونشارك معكم بريوج القرفة او سينابون او سينامون، عنده بزاف ديال السميات. مهم تيجي بنين خفيف غيعجبكم ويعجب عائلاتكم بمقادير اللي بسيطة. كنتمنى تجربوه ويعجبكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بالاشتراك واعجاب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناة، وتشاركوا مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائدة. نبداو على بركه الله. كيف تشوفوا معايا هنايا واحد الاناء درت عليه واحد الرابعه ديال الحليب اللي وزنته في هذا الكاس، ودفيته قبل ما نضيفه دفيته شويه، وضفت عليه نص كاس ديال السنيده. بالنسبه للسنيده الا بغيتو تنقصو نقصو. ضفت هنايا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، وخلط الخليط وخليته يتفاعل مع بعضياته. هنايا كيف تشوفوا معايا عندي واحد المعلقه كبيره بومبي ديال الزبده، انا استعمل ديال الطاسه غنديرها تذوب. بعد ما تجانست هذيك الخميره مع السنيده والحليب غنضيف واحد البيضه زائد بياض بيضه، الا عندكم بيضه كبيره ديروا غير بيضه وحده. غنضيف هذيك الزبده ملي عبرت عطاتني نص كاس ديال الزبده قياس كاس العنبه، وخليتها بردت تماما عضفتها للخليط. دابا ندوزو باش نضيف الدقيق. ضفت الكاس الاول وغنضيف عليه الكاس الثاني، والدقيق قبل ما نخدم به راه غربلته، والدقيق خاص بالحلويات. حركته كما تتشوفوا. دابا درت ربع معلقة صغيرة ديال الملحة صافي. ضفت دابا الكاس الثالث وخلطت، وغنضيف الكاس الرابع. كما شفتوا الكيسة راه عامري حتى الفوق صافي. غنخلط ونحيد الطراب ونستعمل اليد ديالي. هنايا ضفت الكاس الخامس كما تتشوفوا. بغينا واحد العجينه اللي تكون رطبه وخفيفه وفي نفس الوقت ما تكونش جاريه كما تتشوف معايا هنايا. هنا كنحاول نطربها شويه كما شفتوا، ما تحتاجش الدلك بزاف، غير دخلوا العجينه مع بعضياتها كما تتشوفوا على الشكل هذا صافي. ضفت عليها واحد المعلقه كبيره ديال زيت المائده وخليتها باش تختمر المره الثانيه. خديت واحد الزلافه ضفت عليها واحد جوج معلقات كبار ديال الكاكاو المر نوعيه جيده، ومعلقه صغيره عامره ديال القرفه اللي غربلتها، وغنضيف عليها واحد نص كاس ديال السنيده. بالنسبه للسنيده اللي بغيتو تنقصو نقصو، ممكن ديروا غير جوج معلقات حتى ثلاثه. هنايا العجين ديالي بعد ما اختمرت كما تتشوفوا ضعف الحجم ديالها صافي. غنحيدها من داك الاناء ونفرغها من الهواء ونديرها على سطح العمل. غير رشيت عليه الدقيق كما تتشوفوا صافي. ندوز دابا باش نبسطها، غنديرها شويه باليد وعاد نستعمل الدلاك كيما تتشوفوا معايا. ضروري تستعملوا بالدقيق حيت العجينه ديالنا خفيفه صافي. كنبسطها بالدلاك كيما تتشوفوا على الشكل هذا. بغينا عجينه اللي تكون مغليضاش ومرقيقاش متوسطه. بعد ما بسطت العجين كيما تتشوفوا السمك ديالها ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه. خديت هنا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده اللي غنسرحها عليها كامله. الى لاحظتوا درت الزبده وخليت هاد شويه من هاد الجهه غنسدو العجين ديالنا. الى درنا لي الزبده والسنيده والكاكاو ما غتلتصقش لينا، ضروري تخلي واحد جنيه بنين غتلويو العجين ديالكم غتسدوها منه صافي. هنايا بديت ندير ديك السنيده والكاكاو والقرفه، واللي ما تيبغيش القرفه يقدر يستغنى عليها، يدير غير السكر البني الا كان عنده، ولا يدير الكاكاو والقرفه والسنيده عفوا صافي. غنوزع هذيك القرفه والسنيده على العجين كامل كما تتشوفوا. ندوز على بدله على شكل خفيف على هذا الشكل هذا باش تقبط لينا هذيك السنيده صافي. غنمشي ونجي ونلوي العجين ديالي. ضروري تزيروا يديكم فاش تكونوا تتلويوا العجين. بالنسبه للزبده استعملوا اي نوعيه تفضلوا، انا استعملت غير ديال الطاسه كما سبق وذكرت لكم صافي. دابا غناخذ واحد الخيط ونبدا نقطع كيما تشوفوا، قطعته من النص وعاد بديت نقطع. ممكن تعبروا هذوك القياسات باش يجيكم متساويين، ولا انا درتها عشوائي قطعت غير عيني ميزاني صافي. غنقطعهم كاملين ونستفهم في واحد الطاوله اللي سبق ودهنتها بالزبده. بعد ما استفت البريوش في الطاوه كيما تشوفوا على هذا الشكل هذا، دابا غنخليه يختمر المرة الثالثة. غنغطي عليه بالسلوفان ونخليه يختمر على خاطرو، ونشعل الفران باش يسخن
غنطيبو في الفران اللي مشعول من الفوق ومن التحت حتى يبان لكم ضعف الحجم ديالو. غطفيو عليه الفوق وتخليوه يتحمر من التحت، غتكملوا لي الطياب ديالو من بعد ملي يطيب من التحت غتشعلوا عليه الفوق. هنايا درت الصلصه البيضاء كما تشوفوا، هنايا عندي واحد الحك ديال الجبن وضفت عليه واحد جوج معلقات كبار ديال السكر كلاصي، وغنحرك ونحلو بالحليب. غنبقى نضيف الحليب حتى نتحصل على ديك الصلصه تكون خفيفه باش نسقي بها البريوش فاش يطيب. هالبريوش او سينامون او سينابون سميو اللي بغيتو، بحال الفطائر اللي زوينين ملي تيكونوا تيطيبوا النسمه ديال القرفه تجي اكثر من رائعه مع داك الكاكاو. كنتمنى تجربوه ويعجبكم. هنايا غنخلي واحد 5 دقائق عاد ندير عليه ديك الصلصه باش ما يتعجنش ليكم. كما شفتوا معايا ما دهنتو ما حتى شي حاجه، ما درت لا زبده لا والو، غير داكشي اللي درنا ليه في الاول، ما دهنتو لا بيض لا حتى شي حاجه. تيجيو اكثر من رائعين رطبين كما تتشوفوا وهشاش، غيعجبوكم. تنصحكم باش تجربوا هاد الفطائر. صافي هنايا غندوز باش ندير لهم ديك الصلصه البيضاء من الفوق، وبالنسبه للكميه على حسب الرغبه ديالكم نتومايا. وغنزينوا واحد شويه ديال الشوكولاط اللي ذوبتو، ممكن ديروا ليه خطوط ديال الكراميل. بالنسبه للزين راجع ليكم. كما شفتوا معايا واحد الوحده ما درتش ليها هذيك الصلصه، عندي واحد البنيه ما تتبغيش ليا الصلصه، خليت ليها ديالها بلاش. صافي كملت لي التزيين ديالو، كنتمنى تجربوه ويعجبكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من الدعم والاشتراك ومشاركته مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. والسلام عليكم ورحمة الله، في وصفة واحدة أخرى إن شاء الله.